كلكم كويسين؟ كله كويس؟ يا ترى ال يا ترى ال سامعين صوتي؟ اه تمام. يا ترى ال LMS اتفتح بتاع الديزاين؟ هو لا موجود نسأله. تقريبا. طب طب ازاي نسأله؟ مين يقدر يبحث في الموضوع ده يشوف ايه السبب؟ المندوب بقى مين المندوب؟ عمر؟ عمر نجمة. طيب طيب احنا هنكمل البيرينجز، محاضرة البيرينجز، وان شاء الله الساعة 12 ونص يكون معاكم المهندس رامي في السكشن. ايه في ميتنج على التيمز الساعة 12 ونص. طيب انتوا كام واحد لغاية دلوقتي؟ 9 مش كده؟ لا في 15 واحد ده. اوكي هنبتدي المحاضرة، هعمل شير، ومن فضلكم لو في اي حد عايز حاجة وانا بتكلم يسألني. اوكي هعمل شير، اكمل المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت. طيب هل انتوا شايفين السلايد الاولانيه رولينج بيرنجز بارت 1؟ اه صار يا دكتور. طيب هنكمل اللكتشر دي، كان في فيديو شفناه المره اللي فاتت، ف يعني مش هنشوفه تاني بقى. هفكركم مره تاني بالبيرنج، بالرولينج بيرنج وايه الاجزاء الرئيسيه اللي فيه. اتكلمنا ان البيرنج فيه انر ريس، وفي اللي هي دي اللي بالاحمر، وفي اوتر ريس اللي هي بالازرق قدامنا، وبعد كده بين الانر وبين الاوتر في رولينج اليمنت اهي، رولينج اليمنت، والرولينج اليمنت في الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي اتس ا بول، عباره عن بول. وبعد كده في الجزء الاخضر ده عباره عن كيج، عبارة عن جزء بيقفل على البولز زي ما احنا شايفين هنا، وهي بتلف الكور ما بتخبطش بعض، فالكيش ده مجرد بيحفظ كل بول في البوزيشن الانجلر بتاعتها. طبعا الكيش ده البول جواه تقدر تلف بكل حرية. كل ده الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، ودي ادي بول اهي، وادي الكيش، وهنا طبعا في كليرنس، واتكلمنا برضو المرة اللي فاتت على ادي مرة تاني بنشوف الرسم اهو، الاوتر ريس او الاوتر رينج، ادي الانر، وادي البول، والحتتين اللي في الجنب دول بيبينوا ان هنا في كيج اللي انت شايفه في الرسمة دي، او مسميينها سيبريتر او ريتينر. ومن الحاجات اللي نعرفها ان القطر الداخلي بتاع الانر ريس اللي هو المفروض قطر الشافت بنسميه بور، البور، وده الاوتر دايمتر بتاع البيرنج، وده العرض بتاع البيرنج، الويتس بتاع البيرنج. هنا برضو منظر تاني، بس شفنا الرولينج اليمنت مختلفة، ما هياش بول، it is a barrel.
واتكلمت المره اللي فاتت على موضوع اللودز وازاي البيرنج بتشيل لودز، وارجو ان انتوا تكونوا فاكرينه وفاهمينه كويس. اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، في راديال لود على البيرنج وفي اكسيال لود، وكل بيرنج بحسب نوعه يقدر يشيل اكسيال يشيل راديال حسب نوع البيرنج. وهنا شفنا بيرنجز ثانيه بنوع تاني، الاليمنت هنا بقت سيلندر زي اللي انت شايفها في الرسم، وهنا طبعا الكونتاكت زي الخط الاحمر اللي انت شايفه ده لاين كونتاكت. في البول الكونتاكت بيبقى نقطه، فبالتالي البيرنجز دي اللي هي سيلندريكال هتشيل لودز اكتر من البول بيرنجز. وهنا شفنا موضوع الفريدم، ده شرحته المره اللي فاتت. وهنا شفنا نوع تاني من البيرنج سميناه سيلف الايننج، وده برضو اتشرح المره اللي فاتت. والبيرنج ده زي ما انت شايف في الرسومات عنده امكانيه الحركه او ان الانر ريز بالبولز تتحرك في اي وضع، وده عشان ان البيرنج يقدر يظبط نفسه في لما يحصل ديفليكشن زي المناظر اللي احنا شايفينها دي. طبعا البيرنج وهو شغال ما بيقعدش يعمل المنظر الاوسيليشن اللي انت شايفها، ولكن بياخد وضع معين لو حصل ديفليكشن للشافت. يبقى دي انواع برضو للبيرنجز، هنتكلم عن بعض منها، طبعا مش هندرس كل نوع مستقل. دي برضو بيرنجز تانية، وده ثراست بيرنج واتكلمت عليه المرة اللي فاتت برضو. وتشوف هنا البيرنج بنقول عليه ديتاتشبل، يعني بيتفك من بعضه زي المنظر ده اهو. البيرنج ممكن يتفك من بعضه، ولكن خد بالك ان الرولرز دي كلها مع بعض تعتبر كجزء واحد، لان طبعا لو الرولرز دي ثابت من البيرنج يبقى البيرنج عمره يعني انتهى خلاص منك. هنا ده برضو ثراست بيرنج. لو بصينا هنا قلنا ما فيش اوتر وانر ريسز، انما في ريس بيمسك مع الشافت وريس بيمسك مع الهاوسي. ولو تتذكروا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها عندي شافت وعندي بيرنج وعندي هاوسينج. اللي بياخد الريلاتيف موشن وبيشيل اللودز وبينقلها من الشافت للهاوسينج هو البيرنج. وده هنا دبل ثراست، يعني بيشيل ثراست في الاتجاهين، وهنبقى نشوفه بعد شويه. وقلنا من الادفانتجز بتاعت البيرنجز، اولا الكوفيشنت اوف فريكشن از فيري فيري لو، وعشان كده المرة اللي فاتت أطلقنا عليه anti friction bearing، يعني bearing ضد الفريكشن، أو bearing الفريكشن الانترنال فريكشن، الفريكشن اللي جوه هنا اهو بين الريسز والبولز بتبقى very very small. وقلنا من الحاجات كمان المهمة قوي إنه standardized، يعني أقدر أشيل bearing عندي راكب في ماشين واغيره اشتري واحد غيره بكل سهوله. طيب بعض العيوب، اولا بيحتاج first class of machining and fitting، يعني مش ممكن اصنع rolling bearing عندي في ورشه مثلا ولا في مصنع، عاده بنشتريهم من شركات معروفه. صباح الخير يا دكتور، اسف على التاخير واسف على المقاطعه. اتفضل. في ناس بس يعني الريكوستات، تشيك الريكوست عشان تعمل في حد بعت وما تعملش اكسبت. ما انا عامل اكسبت لكل الناس اللي باعتين، عامل لهم اكسبت. تمام، هو في حد قال لي دلوقتي ان هو بيحاول يخش والريكوست لسه ما تعملتش. تمام. طب ثانيه واحده كده، ما هو دخل ممكن يكون دخل باكونت مش بتاع الكليه. لا بيقول ان هو باعت ريكوست مش ريكوست. طب ثواني كده نشوفها بقى، الحته دي بتلخبطنا دلوقتي في وسط المحاضره. ماشي يا دكتور عايز. لا مفيش حاجه، بس انا اشوف فين الريكوست بتاعه. طب ابعت له الكود.
ما انا ما هو ببعت له اللينك الاني كود، ببعت له اللينك المفروض بيبعت ريكوست. طيب فين بقى؟ انا مش عارف فين الريكوست ده دلوقتي، شوفوا ما فيش. طب ثواني كده، هتلاقيه بره يا دكتور في الجنرال بره. طيب خالص ثواني كده، انا هخش على 361. عارف فين بقى؟ طيب نشوف في المانج تيم يمكن موجود. pending requests. ايوه في عمر وعبد الرحمن اهو، عملت accept all خلاص كده تمام. طيب شوف بقى المحاضرة راحت فين دلوقتي. طيب شايفين السلايد دلوقتي؟ اه تمام يا دكتور شغال. رولينج بيرنج ماتيريالز، طبعا الماتيريال نتوقع ان الماتيريال مش هتبقى مايل ستيل مثلا ولا لو كاربون ستيل، طبعا الماتيريال دي بتبقى سبيشال ماتيريالز، ودي عشان كده بنقول ما نقدرش نصنعه في اي مكان. هاي ديجري اوف هاردنس، تافنس، ريزيستنس تو وير، والماتيريالز اهي هاي جريد كربون كروم ستيل، وادي نسب الكربون هاي كربون، في كروم، في منجنيز، في سيليكون، فايتس يعني فيري سبيشال ماتيريالز. المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده عباره عن بيرنجز. حد يقدر يقول لي الاليمنت الرولينج اليمنت هنا شكلها ايه؟ سلندرز. غلط يا باشمهندس. بارل. بارل. ايه الفرق بين البارل والسلندر؟ حد يقدر يقول؟ البارل بتبقى سيلف الايننج. لا البارل بتبقى واخده كيرف في النص، يعني بالزبط. بتبقى عامله شكل البرميل كده. ايوه كلامك صح. واول ما السلندر طبعا اسطوانه ليها 1 دايامتر، البارل ليها different diameters. طبعا اول ما تشوف bearing في الحركة اللي انت شايفها ان ال rolling elements اتلفت جواه، على طول لازم يبقى barrel. خلاص متفقين على كده؟ طيب شايفين ال bearing ده، حد يقول لي كده ال diameter بتاع ال bearing ده يعني في حدود كام؟ 5 أو 6 متر. من 3 متر لحد 4.5 متر. 5 أو 6. من 2 لـ 5 أو 6 متر. لا ارتفاع الراجل كام؟ 5 أو 6 متر. يعني نقول، نقدر نقول 2 متر مثلا. يعني 2 متر ده قده مرتين، يعني بتاع 4 متر سي. متخيلين المنظر؟ رولينج بيرنج 4 متر. يعني تخيل كده يعني ببساطة كده، اقعد احسب الاليمنت دي، الرولينج اليمنت دي مقاسها قد ايه؟ لو حطيتها قدامك على المكتب تتخيل ابعادها قد ايه؟ ممكن تخش مثلا في 25 سنتي الرولينج اليمنت الواحد دايمتر. الدايمتر 25 يعني ممكن 25 30، وطولها طولها على حسب بقى عرض البيرنج. ايوه يعني ما انا بقول لك على الصوره يعني تمام، يعني طلع هنا مثلا قدها مرتين بتاع 50 او مرتين ونص. تمام كويس. تخيل قدامك كده بارل، برميل من هاي من ستيل كويس، دايمتر بتاعه تقريبا 25 30 سنتي، وطوله حوالي 60 سنتي. تخيل احسب الدنسيتي بتاعته واحسب الفوليوم وجيب الوزن، تطلع وزنها قد ايه البارل الواحدة دي؟
يخيل إلي أن أنت مش تقدر ترفعها البارل الواحدة، فكان بالأولى بقى هي بتخش مثلا ممكن تخش في 10 كيلو 15 كيلو وجايز أكتر، جايز أكتر كمان. عد بقى في كم واحدة وده دابل رو، وبعد كده احسب وزن الرنج الداخلية، احسب وزن الرنج الخارجية، احسب وزن الكيج، وشوف البيرنج ده يبقى وزنه قد ايه. السؤال اللي بعد كده، البيرنج ده اتعمل ازاي وتركب ازاي وهيتنقل للمكان اللي هيشتغل فيه ازاي وهيشتغل في ايه، هيتركب في ايه الماشين اللي هتاخد بيرنج بقطر 4 متر. كل دي أسئلة أنا هسيبها لك فكر فيها، ويعني كده تخيل منظر البيرنج ده ازاي اتعمل. اوكي طيب هنشوف. ادي بيرنج تاني اخف شوية من اللي شفناهم، وبرده ده طالما اتحرك كده بالطريقة دي يبقى دي على طول ايه بارل، وبيبقى سيلف الايننج طبعا. وهنا برضو اهو بيرنج بنفس القصه. طيب دلوقتي يجي السؤال، البيرنجز دي عملوا لها، احنا قلنا ستاندردايز، عملوا لها سيستم فور ريبريزنتيشن. يعني ارجو ان انت تركز معايا عشان دي هتبقى حته مهمه. اي انا هحاول استعمل الوان، اي بيرنج من دول، ده منظر للبيرنج بيديني ايه؟ بيديني الانر دايامتر اللي هو البور، وبيديني الاوتر دايامتر. يعني لو خدت البيرنج اللي انا هعلم عليه ده اهو شايفينه، ده بيرنج، ده ليه انر دايامتر اللي هو البور اهو، وليه اوتر دايامتر اللي هو او دي، وليه ويتس اللي هو من هنا لغايه هنا. خلاص طيب البيرنجز دي قسموها ازاي؟ تلاقي البيرنج ده واخد رقم 33. يعني ايه 33؟ البيرنج ده واخد رقم اهو 33 اللي احنا عاملين عليه بالاحمر. يعني في حاجه اسمها ويتس سيريز، السيريز بتاع العرض بتاعه، كام العرض بتاعه؟ 3. وبعد كده في بعد تاني اسمه الديامتر سيريز، كام الديامتر سيريز بتاعه؟ اهو 3. يعني لو مشيت كده 3، ولو مشيت كده اهو في الديامتر، الديامتر الاوتر ديامتر سيريز بتاعه في الزيرو، ده الديامتر بتاعه زيرو، ده الديامتر بتاعه مثلا، ده الدايمتر سيريز بتاعه كام البيرنج ده؟ اهو امشي كده الاقيه 1. البيرنج ده الدايمتر سيريز بتاعه كام؟ امشي كده الاقيه 2. البيرنج ده الدايمتر سيريز بتاعه امشي كده الاقيه 3. يبقى البيرنج ده يعرف باسم 3 3. يعني ايه 3 3؟ يعني الويتس سيريز بتاعه، مش ده مش بعد، الويتس سيريز بتاعه 3 والديامتر سيريز بتاعه 3، يبقى ده اسمه بيرنج 33. تعال شوف بيرنج 23، بنبتدي بالويتس سيريز، الويتس سيريز بتاعه 2 والديامتر سيريز بتاعه نطلع لفوق كده 3، يبقى ده البيرنج اسمه 23. تعال خد بيرنج تاني، مثلا بيرنج 12 اللي هو ده،
بيرنج 12 ده يبقى الويت سيريز بتاع واحد والديامتر سيريز بتاعه يبقى كام؟ يبقى اتنين. فين الديامتر سيريز اتنين؟ اهي. يبقى ده اللي انا هعمل عليه بالاخضر ده البيرنج ده ينزل في مجموعة اسمها 12. خلاص؟ طيب ايه الملاحظات اللي ناخد بالنا منها من طريقة التقسيم دي؟ اول حاجة لو ابتديت بزيرو زيرو وهتنقل لزيرو اربعة تلاقي البيرنجز دي بتكبر في الاتجاه ده. البيرنجز دي بتكبر في الاتجاه ده. يعني العرض بتاعه بيزيد والاوتر ديامتر بيزيد ولكن ايه اللي ثابت؟ مين يقول لي؟ ايه الحاجة الثابتة؟ الراشيو؟ لا حاجة باينة قوي في الرسم اللي قدام. البور ديامتر لكل المجموعة هو. طيب حاجة كمان، كل ما اطلع من 0 0 0 2 0 3 0 4 مفروض البيرنج 0 4 ده يشيل لودز اكتر من البيرنج كام؟ 0 0 صح؟ وهكذا. لو جيت في المجموعة دي هلاقي ان البيرنج 23 مقاسه اكبر من 22 اكبر من 20 ويشيل لودز اعلى. طيب الطريقة دي اتعملت لتعريف البيرنجز بتاعتنا. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت لك عندي بيرنج 3 مجموعة 33 وعندي بيرنج مجموعة 12 على طول تحس، مفروض ان انت تحس بالفروق. ادي البيرنج 33 اهو، اهو هو ده اهو، وادي البيرنج 12 اهو. على طول تحس ان بيرنج 33 اكبر من بيرنج 12 وبالتالي يشيل لودز اكتر. الكلام ده بنعرفه بايه؟ التلاتة الاولانية عبارة عن الويتس، الويتس سيريز، والتلاتة التانية عبارة عن الدايمنشن، الدايمنشن سيريز. خلاص؟ طيب اوكي، اهي مكتوبة قدامك الويتس سيريز والدايمتر سيريز. دي طريقة تعريف البيرنجز. طيب نيجي نشوف بعد كده، لو انا جيت قلت لك عندي بيرنج الكود بتاعه، الكود 6206 معناها ايه؟ اتفقت الشركات ان اول رقم اللي هو 6 يعني ديب جروف بول بيرنج، يعني الاليمنت اللي جواه عبارة عن ايه؟ عبارة عن بول. البيرنج ده عبارة عن بول. طب نمرة 2، رقم 2 ده الاوتر ديامتر سيريز، ادي الفاكرين ادي الديامتر سيريز، يبقى البيرنج ده في المجموعة مين؟ المجموعة دي. اوكي، ما هوش اللي فوق، ما هوش اللي ده، ما هوش ده. طيب الزيرو ستة بياخدوا اخر رقمين ويضربوهم في 5 يطلع 30. ال 30 ده يبقى البور ديامتر وبالمليمتر. كويس؟ واضح اللي بقوله ده؟ تاني يا دكتور معلش الحته دي. طيب انا اما اروح اشتري بيرنج اطلب من الشركه بيرنج 6206، الشركه تفهم ايه؟ ان 6 ده ديب جروف، يعني الاليمنت عباره عن كوره ما هياش بارل،
رقم 2 يعني الدايمتر سيريز اللي هو ادي الرسمة اهي، ادي الدايمتر سيريز اتنين. اخر رقمين اضربهم في 5 يطلع القطر بتاع البور. اوكي يطلع 30 ملي. تمام. هو رقم 5 ده دايما ثابت مع الرقمين الاخرانيين ولا بتغير؟ هو ثابت، انما لما هنشوف الجداول هنلاقي القاعدة دي بتبتدي من بيرنج معين، هنشوفها بعد شوية. خلاص؟ تمام. يبقى أنا لو قلت عندي بيرنج 62 10 يبقى البيرنج ده بالظبط في المجموعة زي الأولاني، بس قطره الداخلي كام؟ خمسين. قطر الداخلي 30. 50 50 50 50 متر. 50 ملي. قطره الخارجي كام؟ 2 يا دكتور. نعم؟ في اوتر ديامتر سيريس 2. سيريس 2، انما انا بقول لك قطره الداخلي قلت 50 ملي، الخارجي كام ملي؟ ارد انا؟ 2. ما اعرفش، مفيش حاجه في الكود تقول لي قطره الخارجي. العرض بتاعه كام؟ العرض مفيش حاجه في الكود تقول لي العرض كام. طيب سؤال تاني، البيرنج ده في كام كوره؟ الكود ما فيهوش حاجه تقول في كام كوره. طب هل الشركه بتديني كده معلومات ناقصه؟ لا، هنرد على السؤال ده ونشوف الحاجات دي نجيبها منين. خلاص تعال بص للبيرنج 30 224. ابسط شيء خد اخر رقمين واضربهم في 5 يبقى 120 ملي قطر الداخلي. الثلاثه الشركات اتفقت انها تبقى تيبر رولر، ما هوش اسطوانه، ما هوش كوره، ما هوش بارل، انما هو ايه؟ تيبر يعني مسلوب. طيب الزيرو، الزيرو معناها الويت سيريز بزيرو، فاكرين؟ او اللي هو ده اللي هو يعني المجموعه دي الزيرو دي. الاثنين معناها الاوتر دايامتر سيريز، الاوتر دايامتر سيريز 2. خلاص دي طريقه اتفقت بيها الشركات وبيشتغلوا بيها. يعني انا لو طلبت من الشركه بيرنج 30 324، 300 يعني خليت الرقم 2 ده بقي 3، يبقى انا بتكلم على بيرنج الدايمتر سيريز بتاعه كام؟ 3. اوكي. دي رسمة كده بتوريني يعني مناظر بيرنجز كلها راكبة على الانر، وده الديناميك كاباسيتي هنقول عليها الكاباسيتي، وده الوزن. طبعا باين ان البيرنج ده، البيرنج ده اكبر واحد فبالتالي وزنه اكبر وزن. دي برضو رسمة تانية، الانر ديامتر هنا بيجرى له ايه بقى؟ الانر ديامتر بيتغير في الرسمة دي، وده بيديني السرعات، يعني مش مشكلة. يجي السؤال، أول حاجة عايزك تاخد عايزكوا تاخدوا بالكم منها، الرولينج بيرينجز في عندي كلمتين مهمين قوي هقول عليهم دلوقتي، من فضلك ركز. ديزاين of a rolling bearing، والكلمة التانية selection of a roller bearing. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين design a roller a rolling bearing و selecting a rolling bearing؟
حد يقدر يقول ايه الفرق بين ديزاين وسيلكشن؟ سيلكشن انا بشوف مثلا الاحمال اللي عليه الخارجيه تمام اللي بتبقى ناحيه المكنه في المكان بتاعه تمام، وبحسبها له وعلى اساسه السرعه كمان بختار البيرنج اللي انا محتاجه. اما الديزاين انا بحسب الاحمال اللي ممكن تاثر عليه وكميه السرعات اللي ممكن يستحملها اثناء التشغيل واثناء الوقف كمان. طيب نبتدي بكلمة selection. to select حاجة يعني عندك مجموعة وبتختار، عندك مجموعة من 20 قطعة مثلا وبتختار واحدة، انت بتعمل selection. انما design ان انت بتصمم. يعني ايه بتصممه؟ بتحسب الابعاد الانر دايامتر الاوتر دايامتر، بتحسب العرض بتاع البيرنج، بتحسب عدد الكور، بتحسب السايز بتاع الكورة، بتحسب السيكنس بتاع الريس، بتختار الماتيريال، هو ده الديزاين. انما السيلكشن انت عندك محطوط قدامك كده على الترابيزه 10 بيرنجز بتختار واحد، ما بتعملش ديزاين. كويس، فالرولينج بيرنج they are not designed، خلاص they are not designed they are selected. اوكي، انا بعمل سيلكشن بختار البيرنج، بختاره بناء على ايه؟ على قواعد معينه، انما مش بعمل له ديزاين. خلاص، كل واحد لازم يكون فاهم الحته دي كويس قوي. عشان كده لما كنا السلايد دي، فاكرين السلايد دي 6206، سألتك في كم كورة؟ قلنا ما نعرفش. طب ما المين اللي يعرف؟ الشركة اللي عملت الديزاين بتاع البيرنج، يعني الشركة هي اللي بتعمل الديزاين وبتجهز البيرنج وبتقول لي اشتري البيرنج واستخدمه. فالبيرنج 6206 ليه ادوني الانر دايامتر؟ وليه قالوا لي نوعه؟ عشان التركيب. انما في كم بول؟ دي مش شغلتي انا كانجينير بستخدم البيرنج، دي مش شغلتي ان انا ادور على عدد البولز. خلاص، طيب ازاي بنعمل بقى السيلكشن؟ السيلكشن بتنبني على اولا طبيعه البيرنج. البيرنج ده لما بيركب بيلف ولا واقف ثابت على الشافت؟ طبعا بيلف، فسموا حاجة اسمها الديناميك. والديناميك دي ليها كلمة معاكسة بيسموها static capacity، هنتكلم عليها بعد شوية. فديناميك capacity يعني عندي بيرنج والبيرنج ده بيدور مع الشافت، وسموا حاجة تانية اسمها capacity، ما تكلموش على اللود، ما تكلموش على الرياكشن، اتكلموا على الكاباسيتي. وهنقول ايه هي الكاباسيتي. طيب البيرنج ده اللي بيلف، تخيل ان انت عندك بيرنج رولينج بيرنج راكب على شافت، والبيرنج ده از روتيتنج. كويس، فخد كوره منهم. تخيل البيرنج ده فيه 10 كور، وخد كرة منهم. الكرة دي البيرنج بيلف 1000 لفة في الدقيقة، في 10 كور، وخد كرة نمرة واحد مثلا والبيرنج بيلف 1000 لفة في الدقيقة، يبقى الكرة نمرة واحد دي تعرضت للودز 1000 مرة في الدقيقة، فده أطلقوا عليه فاتيج لودينج. إن حاجة يتعرض عليها لود وبعدين بيتشال، ويتعرض لود ويتشال وهكذا. فالشركات ادتني an equation اللي انت شايفها قدامك دي، وقالت لي انت عليك تحسب حاجات معينة، وبعد كده من الحاجات دي انا هديك مجموعة بيرينجز، اختار بقى اللي يناسبك.
كويس، وهي دي السلكشن بالظبط. زي ما حضرتك مثلا بتروح تشتري قميص من محل، بتقول للراجل ايه؟ بتقول للراجل اول حاجه انا عايز قميص مقاسه كذا. المقاس ده ايه اللي بيحكم مقاس القميص؟ طول الكم، عدد الزراير اللي في القميص؟ لا، اللي بيحكم المقاس هو مقاس الرقبه. قول له عايز قميص 39 40، خلاص اتفهمت. انما عمرك ما هتقول له انا عايز القميص يكون فيه 6 زراير ولا 8 زراير. فالشركه ادتني معادله، المعادله دي فيها ايه بقى؟ نبص كده نمسكهم واحده واحده، ومن المعادله دي هخرج بحاجه تخليني اعمل سيلكشن للبيرنج. يعني البيرنجز قدامي اهي محطوطه هنا، البيرنجز اهي كويس، مجموعه بيرنجز، وانا هحسب حاجه من هنا ومن هنا، اروح رايح للبيرنجز واقول هو ده البيرنج اللي انا ينفعني. طيب ايه الارقام دي؟ ايه الحاجات دي؟ اول حاجه ال ده عباره عن لايف ان مليون ريبس. يعني ايه؟ يعني انت عندك بيرنج بيلف ب 2000 لفه في الدقيقه، راكب على شافت بيلف 2000 لفة في الدقيقة. البيرنج ده بيشتغل 10 ساعات في اليوم، يبقى نقدر نعرف لف كام لفة في اليوم. بيشتغل لمدة 5 سنين، يبقى نقدر نعرف البيرنج ده في 5 سنين كل يوم بيشتغل 10 ساعات وبيلف 1000 لفة في الدقيقة، نقدر نعرف عمل كام ريفوليوشن. طبعا تطلع كبيره قوي، يعني لو معاك كالكوليتر تقدر تحسبها. فعشان كده سموها مليون، يعني يطلع لك البيرنج ده في العشر سنين هيعمل مثلا 600 مليون لف وهكذا، يبقى ده اللايف. يجي البي ايكويفالنت، ده ايكويفالنت لود، equivalent bearing load in kilogram. يعني ايه ال equivalent load؟ يعني اللود المكافئ اللي متعرض ليه البيرنج، خلاص. ودي هشرحها in more details. يفضل حاجه اسمها سي، والسي دي بيسموها الدايناميك كاباسيتي. الدايناميك كاباسيتي، وبيحط لو انت حطيت البي بالكيلوغرام بيطلع لك الدايناميك كاباسيتي بالكيلوغرام. طيب الان ده اكسبوننت، هل هو بولز ياخده 3، لو رولر او بارل بياخده 10 على 3. يبقى كان المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول ان اللايف يساوي المعادله C على P equivalent، ونرفع الكلام ده للباور كام؟ باور N. المعادلة دي هطلع منها حاجة هتخليني أعرف أختار البيرنج. طيب في حد عنده حاجة مش فاهمها لغاية دلوقتي؟ أنا لسه بصراحة ما فهمتش المعادلة، يعني أنا مش عارفة أجيب حتى الداتا دي منين، يعني سواء ال N ولا C ولا أي حاجة. الداتا دي هنجيبها منين؟ أول حاجة قلنا N دي لو أنت البيرنج بتاعك بولز تاخدها بتلاتة، لو البيرنج رولر أو تيب أو بارل تاخدها بتلاتة وتلت. إزاي بقى نجيب L و C و P؟ هو ده السؤال. أوكي؟ نيجي نتكلم أول حاجة على اللايف اللي هي L، فاكرين؟ L أهي. النومينال لايف إن وركينج أورز. لو عندي بيرنج عمره 500 مليون لف وعارف سرعته، أقدر أجيب عمره بالأورز، أو نعمل العكس. L من هنا تبقى LH 60 في N. طب أنا هديكوا example.
انا هاجي اقول بيرنج اللايف ان اورز، انا عايز البيرنج اللي هركبه في ماشين معينه يشتغل 5000 ساعه. حد كده معاه كالكوليت يحسب لي الكلام ده اللي هقول عليه. عايز البيرنج ده يشتغل 5000 اورز خلاص، وسرعته ان دي هاخدها ب1000 ار بي ام. حد كده يحسب لي العمر بقى بتاعه 1000 ار بي ام. اضرب 5000 في 60 في 1000 على مليون تطلع كام؟ 300 مليون. تطلع لي 300 مليون ايه؟ ريفوليوشن. 300 بالظبط، 300 ام مليون ريف خلاص. يعني البيرنج لو اشتغل 5000 ساعة ولف ب 1000 ار بي ام يبقى عمره 300 مليون لف. ال 300 مليون لفة دي اللي هي داخلة في المعادلة اللي كنا كاتبينها، يعني دي ب 300 مليون. يجي السؤال، ال 5000 ساعة انا جبتها منين؟ يعني ايه اللي خلاني اقول 5000 ساعه؟ ما قلتش 10 ساعات، ما قلتش 50000. اوكي، هنشوف دلوقتي الاورز دي نجيبها منين. خلاص اتفهمت المعادله ال دي اهي ال. اوكي طيب، نيجي نشوف الجدول ده. الشركات الكبيرة بتاعت اللي بتصنع البيرينجز ساعدتني وادتني تقدير لللايف. طيب الجدول ده بيديني اللايف ان اورز اللي احنا سميناها في المنظر اللي فات، اللي احنا سميناها ال اتش. يعني ده اللي مكتوب في الجدول ده هو ال اتش. هنا مكتوب بالكيلو اور، يعني الارقام دي الارقام دي تتضرب في 1000. بيقول لي ايه؟ مثلا ناخد الحاله دي، ماشينز فور شورت اور انترميتنت اوبريشن، يعني بتشتغل اوقات متقطعه او صغيره، وير سيرفيس انترابشن از اوف ماينر امبورتنس. مدي لك العمر من 4 ل 8 كيلو اور، يعني كام ساعة؟ 4000 ساعة، 5000، 6000. طيب تعال خد تاني حاجة تاني، ناخد اكزامبل بعيد شوية، ماشينز فور كونتينيوس 24 اور سيرفس، يعني بيرنج هيركب في ماشين بتشتغل لمدة 24 ساعة، شغالة اليوم كله، النهاردة وبكرة وبعده continuous work، ياخد العمر كام؟ من 50000 ل 60000 ساعة. الجداول دي بتساعدني في اختيار ال اتش. واضح؟ يعني انا ال اتش ده مش هخترعه. نيجي بعد كده، ده جدول تاني برضو بيديني قيمة ال اتش، بس هنا الجدول ده محطوط عين ايه بقى؟ in hours مش كيلو hours. يعني تعال بص نمرة 5 مثلا، machines working 8 hours per day، مكنة بتشتغل وردية 8 ساعات في اليوم and fully utilized. example machines في engineering industry، الأوناش، نقل الجودز، ventilating fans and so on. مدي لك العمر قد ايه؟ من 20000 ل 30000 ساعة. خلاص؟ يبقى أنت لما تيجي تعمل سيلكشن لبيرنج
عايز في المعادله اللي كنا كاتبينها عايز العمر اهو العمر تفرده من الجداول دي. هنا مديني برضو حاجه تانية بس مديهاني بالكيلومتر يعني جدول السيارات والترينز وكده. طيب دلوقتي فاكرين المعادله يا ريت كل واحد كده يكتبها على ورقه لايف اللي هي المعادله دي هطلع ارجع مره تاني اكتبها على ورقه قدامك عشان تقدر تتابعني. لايف بتساوي سي اللي هي الدايناميك على بي ايكويفالنت للباور ان. خلاص اكتب المعادله دي على ورقه وبعدين اكتب المعادله دي على ورقه. اللايف تساوي اللايف ان اورز في 60 في ان على 10 اس 6. وخلي المعادلتين دول قدامك بليز. اكتب كل واحد يكتبهم انا سايب لك وقت تكتب. يبقى دلوقتي كل واحد مفروض معاه ورقه وكاتب المعادلتين دول. اللايف بيساوي سي على بي ايكويفالنت للباور ان وكاتب ان اللايف اول واحده كانت لايف ان اورز الثاني اللايف بيساوي اللايف ان اورز في 60 في ان على 10 اس 6. شفنا اللايف ان اورز خلاص جبناه. نيجي للبي ايكويفالنت بقى. ايه بي ايكويفالنت دي؟ انا هرسم شافت والشافت ده راكب عليه تو بيرنجز ادي بيرنج وادي بيرنج هنا خلاص. الشافت ده عليه مجموعه لودز عليه لود هنا مثلا في اي اتجاه عليه لود تاني. اول حاجه بنعملها كستريس اناليسيس بنطلع الرياكشنز وليكن هنا في رياكشن وهنا في رياكشن وفي اكسيال رياكشن جايه على البيرنج عشان هنا في حمل مايل في وفي هنا ايه رياكشن تاني خلاص. هنسمي الرياكشن احنا هندرس البيرنج ده اهو هندرس البيرنج ده انا عايز اختار البيرنج ده هسمي دي نسمي الرياكشن بي راديال وهسمي الرياكشن دي بي اكسيال يعني في اتجاه الاكسس ودي عموديه على الشافت. مين يقول لي الريزلت؟ خد بالك من السؤال. الريزلتنت بتاع بي ار وبي اي الريزلتنت بتاع بي ار وبي اي يساوي كام؟ حد يتكلم. هيبقى روت بي ار سكوير بي سكوير بالظبط. يعني لو عملت كده وعملت ادي البي ار اهي البي ار واهي البي اي يبقى الريزلتنت هو ايه؟ هو ان انا اكمل ده كده صح؟ ويبقى فين الريزلتنت؟ هو ده الريزلتنت اللي هو تحت الجذر مظبوط. هل الريزلتنت ده هو بي ايكويفالنت؟ لا. البي ايكويفالنت ده عباره عن حاجه تانية. البي ايكويفالنت معناه ان انا بقول ان البيرنج ده عليه راديال لود بي ار زائد بي اي هاخد البي اي دي وتخيل ان انا حولتها لجزء او لقيمه في اتجاه البي ار خلاص. يبقى البي ايكويفالنت ده عباره عن ايه؟ انه
dynamic bearing load وهو radial that does the same damage as the combined radial and thrust loads together. يعني لو أنا عندي load اللي هيسبب failure للbearing ده قيمته مثلا 1000 كيلوغرام. اللود اللي هيسبب دامج 1000 كيلوغرام اهو. واللود ده راديال. طب ايه اللودز اللي احطها بي ار وبي اي تسبب نفس القيمه دي؟ هو ده الايكويفالنت لود. وقيمته حسابه سهل قوي. عندي الراديال اعرفه وعندي الاكسيال اعرفه. بضرب ده فاكتور وبضرب ده فاكتور. الفاكتورز دي نجيبها بعد شوية. مفهوم بقى ايه الايكويفالنت لود؟ يبقى الايكويفالنت لود ده عبارة عن الرياكشنز اهي بي ار وبي اي، بس بضرب واحدة بي ار اضربها في اكس والبي اي اضربها في واي. يبقى المعادلة بتاعتنا اللي هي فيها سي على بي equivalent، عرفنا اللايف ان اورز وعرفنا البي equivalent. نيجي نجيب الاكس والبي ار. ادي الاكس. الاكس دي بيسموها رينج لودينج. وعندي نوعين، يا بوينت يا سيركمفرنشال. طيب البوينت لودينج عباره عن، بص للمنظر ده، ده الانر رينج اهي ودي الاوتر رينج وده اللود. هنا عمل ايه؟ والنقطه دي بوينت لود، النقطه دي بوينت على الانر ريس، بوينت على الانر ريس. البوينت دي بيأثر عليها اللود. الانر ريس مش بتلف زي ما انت شايف، الاوتر هي اللي بتلف. والبيرنج بيشتغل، هل النقطة دي بتتغير؟ يعني لو كانت النقطة دي اسمها واحد، النقطة دي اسمها واحد، هل بتتغير؟ هي بتتغير بالنسبة للمكان اللي بتلف فيه؟ مع الانر ريس ثابت واتجاه اللود ثابت. يبقى هي ما بتتغيرش؟ يبقى ما بتتغيرش، فبيسموه بوينت. يعني اللود واقع على نقطة على الانر ريس. وياخدوا اكس، قيمة اكس ناخدها بكام؟ 1.4. تعال بص للرسمة دي. الانر ريس بيلف واللود بيلف، يعني النقطة دي اللي اللود لمسها متغيرة ولا ثابتة؟ متغيرة. بص كويس، الانر الاثنين بيلفوا في نفس السرعه، يبقى الاثنين يعني طبعا في نفس السرعه. تمام، الاثنين على نفس الاثنين بس كده ثابته بالنسبه له، ثابته ما تتحركش. يبقى اكس ب 1.4. لو الحاله بقى دي اللي هي اكس بواحد، اللود ثابت والانر ريس بتلف، يعني مره النقطه دي بعد شويه هتبقى دي، بعد شويه هتبقى دي، مظبوط. النقطه اللي على الرينج، الانر رينج، الانر ريس متغيره، فياخدوا كام؟ الاكس بواحد. يبقى في المعادله دي اكس يا تاخدها ب 1.4 يا تاخدها ب 1 حسب الكيس بتاعتك. كويس. نيجي بعد كده لقيمه الواي اللي هي دي، برضو عاملين لها جدول، حاطط هنا ريشوز وحاطط قيمة الواي، وبعدين حاطط لك لو البيرنج ده نوع البيرنج بيتغير مع نوع البيرنج، يعني السلف الايننج مثلا واخد له الواي بكام؟ من 1.5 لـ 4.5. وبيبقى في بقى جداول تفصيلية بتديني الحاجات دي اكتر. خلاص؟ بعدين نرجع للمعادلات تاني.
دكتور معلش يعني لو انا معيش الجداول ممكن افرضها من 1.5 لحد 4.5 عادي خالص؟ ما هي دي بقى depends على الكيس بتاعتك لانها هتغير شوية في القيم. ومفروض ان الجداول لو انا بعمل selection لبيرينج يبقى معايا الجداول دي available، خد بالك؟ تمام. طيب هنرجع تاني للمعادلات بتاعتنا، فاكرين ادي المعادلات اللي كنا كاتبينها اهي. دي المعادلات اللي احنا كنا كاتبينها قبل كده، ارجع تاني بعد اهي المعادلات. ادي النومينال لايف مليون ريفز سي وبي ايكويفالنت، وهل حطينا اللايف بدلالة اللايف ان اورز اللي احنا عرفنا نطلعها من جداول، والبي ايكويفالنت جبناه. يجي بقى السؤال، يجي في سؤال كده صغير هقوله لكم. بعد ما عرفنا كل ده انا عليا اختار البيرينج. اوكي طيب انا حطيت لك هنا مناظر بيرينجز، ده ديب جروف، ده انجلر، ده اكبر، ده اكبر بس سيلندر، ده بارل، شايفين الفروق؟ ده سيلندر، ده تيبر، ده كوني انجلر، يعني التلامس عامل كده، خدوا بالكوا هنا التلامس رأسي. كل دي انواع بيرينجز. لما اجي اختار بيرينج احنا قلنا هنعمل سيلكشن، شايفين الكلمة اللي انا كاتبها؟ سيلكشن، مش بعمل ديزاين. اول حاجة اسأل نفسك الاربع اسئلة دول قبل ما تبتدي تستعمل المعادلات دي، يعني المعادلات اللي انت شايفها قدامك دلوقتي ما تستعملهاش غير بعد ما تسأل نفسك الاربع اسئلة دي. ايه الأسئلة دي بتقول ايه؟ اول واحد بيقول نوع اللود اللي عندك. طبعا اللود هنا يعني الرياكشن على البيرينج اللي انت تدور عليه، هل هو ريديال ولا هو اكسل ولا هو ريديال واكسل، مظبوط؟ البيرينج اللي عندي الرياكشن اللي عليه نوعها ايه؟ بنعرف منين هي ريديال ولا اكسل؟ حسب الشافت، راكب عليه بوليز، راكب جيرز، حسب يعني حسب الشافت عليه لودز نوعها ايه. بعد كده تاني سؤال الكاباسيتي، فاكرين الكاباسيتي؟ اهي اللي هي سي، كاباسيتي سي دي. اسال نفسك السؤال ده، هل هي دايناميك ولا هي ستاتيك؟ احنا ما اتكلمناش دلوقتي غير على الدايناميك اللي هي عبارة عن رياكشن وعمر، لأن دخلنا العمر اللايف. في حاجة اسمها static capacity هتكلم عليها كمان شوية. فكل المعادلات اللي احنا كتبناها قبل كده هي للديناميك capacity. باختصار الستاتيك capacity يعني بيرينج مش بيلف. طب هو حد يحط على شافت بيرينج ما بيلفش؟ ايه رأيكو؟ في حد عنده اجابة؟ يقعد فترات طويلة مثلا ما بيستخدمش. طيب الستاتيك كاباسيتي يعني بيرينج راكب على شافت بس سرعة دوران الشافت ده قليلة جدا، 10 RPM 20 RPM كويس، فهنا العمر مش افكتيف، فبيحسبوا حاجه اسمها ستاتيك بتعتمد على الديفلكشن او الديفورميشن. اكزامبل انتوا عارفين الخطاف بتاع الونش، لو ونش بيرفع حاجه عارفين الخطاف بتاعه اللي هو عامل كده ده، عارفينه ده، وهنا هيحط اللود. الخطاف ده هنا راكب على ايه؟
طبعا الخطاف ده كان سويفل صح، ممكن يعمل كده. فهنا بيبقى راكب على بيرينجز، البيرينجز دي ما بتلفش الف لفه، ده يدوبك بيتحرك، فده يحسبوا له ستاتيك. يبقى اول سؤال النوع اللودينج الكاباسيتي. ثالث سؤال بقى الابلكيشن، البيرينج اللي انت بتحسبه ده هل محتاج له سيلف الايننج بروبرتي؟ فاكرين السيلف الايننج اللي هو الشافت رسمناه كده، وبعد كده قلنا الشافت ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ديفليكشن، فالبيرنج هنا محتاج سيلف الايننج. هل انت عايزه سيلف الايننج ولا مش عايزه؟ طبعا انت اللي هترد على السؤال ده. رابع سؤال السايز ليميتيشن. ايه السايز ليميتيشن؟ يعني قبل ما تختار البيرنج لازم تبقى عارف البيرنج ده هيركب فين. مثلا بيرنج هيركب في مكنة خياطة في البيت، الشافت الدايمتر بتاع الشافت هل تتوقع هيبقى 200 ملي؟ هيبقى قد ايه تفتكر مكنة خياطة؟ يعني من 25 مللي لحد 30 مللي مثلا. كويس، يبقى انت حددت حاجه، ما هوش 200 مللي، ما هوش 300 مللي، فانت حددت قلت انا البيرنج اللي عايزه في حدود مثلا من 20 لمثلا 40 مللي، ده تحديد. ممكن تحدد الاوتر دايمتر، مش عايز الاوتر دايمتر يزيد عن كذا، عرض البيرنج مش عايزه يزيد عن كذا. يبقى الأسئلة دي لازم حضرتك تجاوبها قبل ما تبتدي تستخدم المعادلات دي. خلاص؟ نفترض بقى إحنا عملنا كل ده، هنرجع بقى نشوف نختار البيرنج إزاي. هنوقف دلوقتي كده 10 دقايق تاخدوا ريست ونكمل كمان شوية. خلاص؟ أوكي؟ يعني بعد دلوقتي الساعة 11 على 11 و10 كده هبتدي تاني. اوكي.
طيب نبتدي تاني. سامعني؟ معاك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. طيب دلوقتي احنا وقفنا بعد ما خلصنا الجزء اللي فوق، علينا نعمل السلكشن اوف ا بيرنج. زي ما قلت بنعمل سلكشن مش ديزاين. الشركات بتاعت البيرنج زي فاج، زي اس كي اف، زي ريف، الشركات الكبيره قسموا لنا البيرنجز دي في تيبلز. عايزين نفهم التيبل عباره عن ايه، متكون ازاي. اول حاجه هنا حاطط لك نوع البيرنج اهو، ادي نوع البيرنج. زي ما انت شايف البيرنج ده الارقام بتاعته بتبتدي بكام؟ بستة زيرو. فاكرين؟ فاكرين اللي قلناه قبل كده؟ الستة يعني ديب جروف، يعني كورة بول، والزيرو هي الويت سيرز، يعني بيرنج من المجموعة دي. وادي أبعاد اهي، حاطط لك رقم تو فاكتورز هنا، سي وسي اس، هقول عليهم بعد شوية. هنا حاطط لنا ايه؟ حاطط لنا الديامتر الدي سمول اللي هو القطر الداخلي اللي هو البور، وحاطط لي الدي كابيتال اللي هي دي اوتر اللي هو القطر الخارجي، وحاطط لي العرض بتاع البيرنج اللي هو كده اهو. يعني مديني ثلاث ابعاد. لاحظ حاجه مهمه قوي، ما بيديكش عدد الكور، ما بيديكش قطر الكوره. اوكي طيب، وبعد كده هنا كاتب لي حاجه اسمها البور، الكود بتاع البور هنشوف ايه هو. وبعد كده هنا مثلا لو خدت بيرنج 10 يبقى البيرنج ده اسمه 60. البيرنج ده يبقى اسمه كام؟ يبقى اسمه 60. ال 60 دي جت منين؟ اهي فوق اهي. وال 10 اللي هو الكود، يبقى البيرنج ده قطره كام؟ ستين عشرة، يبقى البيرنج قطره 50. اهي ال 50 اهي مكتوبه قدامك. وبعد كده مديني بقى القطر الخارجي اللي ما كناش عارفينه، الدهوني اهو 80 واداني العرض 16. خلاص. وبعد كده بيجي يقول لي يبقى انا عرفت 50 80 16، يبقى انا قدامي بيرنج قطره الداخلي 50، الخارجي 80، عرضه 16. طب الكاباسيتي بتاعته اللي كانت في المعادله اللي فوق مكتوب هنا كام؟ 1.7، يعني 1.7 طن، يعني 1700 كيلو جرام. الكاباسيتي دي هو الشركه اللي بتقول لي انت لو اشتريت بيرنج 60 10 من عندي، ادي مواصفاته، هيشيل معاك كاباسيتي 1.7 طن. ايه هي الكاباسيتي؟ اهي اللي هي المعادله دي، يشيل معاك 1.7 طن. ما قالت ليش ولا عمر ولا بي اكويفلنت. طيب نشوف بعد كده نكمل. خلاص مفهوم الجداول دي نقراها ازاي؟ انا اعمل لكم هنا رسمه لنفس الجدول اللي فات. طيب نشوف الجدول ده بيقول ايه. ادي سلكشن اوف بيرنج، الدايمنشن جروب فاكرين ال 60 دي زيرو، الويتس جروب واحد، اكسترا اي ال يعني اكسترا لايت، يعني بيرنج خفيف ما يشيلش لودز كبير. الدي والدي والبي هو مقاس البيرنج، السي هي الدايناميك، السي اس هي الستاتيك. طب اشمعنى الستاتيك كتبوا اس؟ الديناميك مفروض اكتب سي دي، بس
بما ان معظم البيرنجز بتلف فبيكتبوها سي بس، اللي هي سي ايه؟ سي دايناميك، يعني ما نكتبش سي دي، بنكتب سي بس. طيب هنا حاطط لي بيرنج، وبعدين نفس الكلام مكرره البيرنج تاني بس بيرنج 133 بيرنج نيو. ابتدت بقى الشركات تدي مواصفات للبيرنجز، هنبقى يعني نشوفها بعد فترة. تعالوا نبص للبيرنج ده. هناخد حالة زي اللي انا عملت عليها بالاحمر، 07. يبقى البيرنج ده اللي هنا، البيرنج ده يبقى اسمه 60 07، يبقى قطره كام؟ اضرب في 5 يبقى 35. الشركة بتقول لي بقى ده قطره الخارجي، ادي البيرنج اللي احنا بنتكلم عليه، خلاص؟ قطره الخارجي 62، عرضه اللي هو بي 14، ويشيل كاباسيتي 1.2 طن، ويشيل ستاتيك 1.04. احنا هنهتم بالدايناميك كاباسيتي، اهي الواحد طن ده بيرنج تاني، خد بالك. يبقى البيرنج اللي هو 60، يبقى البيرنج ده، البيرنج ده عبارة عن ايه؟ 60، يعني ما تيجي تطلبه من الشركة 60 07. انت فاهم ان قطره 35، البور 35، والشركة فاهمة ان البور 35، فعمره ما هيحصل لخبطة، بس الشركة بتيجي تقول لك ده قطره الخارجي 62، دي حاجة انت ما كنتش تعرفها، عرضه 14، دي حاجة انت ما كنتش تعرفها، الكاباستي الديناميك كاباستي 1.2 طن، يعني 1200 كيلو. معايا؟ في حد عنده أسئلة؟ دكتور في سؤال بعد إذنك. دلوقتي هو ازاي الدايناميك كاباسيتي اكبر من الاستاتيك كاباسيتي؟ مش المفروض العكس يبقى الاستاتيك هي اللي اكبر؟ يعني البيرنج يستحمل؟ لا، الاستاتيك دي محسوبه على الديفورميشن، يعني البيرنج ده هيحصل ديفورميشن بين في الريسز بتاعته بمقدار معين، كويس؟ فالشركه حاسبه كل الحاجات دي وهي اللي مديها لك الارقام دي، اوكي؟ فجايز الديفورميشن اللي بتحصل بتبقى خطيره في البيرنج تخليه ما يقدرش يشيل كاباسيتي اكتر منه، اوكي؟ فما تشغلش بالك بالحته دي. طيب غير كده ايه اللي مش مفهوم او ايه اللي مش واضح؟ دكتور طب انا عندي مثلا الانتر ريديس ماشي انا موافقه عليه، او الدايمتر 35، بس برضه انا لما اقيس اللي بره مش الهاوسنج مش هيجيب. لا لا بص، ثواني، مين اللي بتتكلم؟ أنا ممكن تسألي بهدوء شوية، بشويش شوية الكلام عشان نفهم. أوكي، أنا بقول إن هو دلوقتي لكل inner radius أو diameter outer واحد، بس أنا ماشي الشفت معايا مناسب 35، بس الهاوسنج لا، الأوتر diameter أنا محتاجة أقل من 62 أو أكثر من 62، يعني قصدي هو رقم واحد للبيرنج الواحد؟ لا لا، كلامك سؤالك حلو جدا، انا هرد عليه بس هقول حاجه قبل ما انساها، خلاص هرد على السؤال بتاعك. حاضر، تعالوا بصوا للارقام اللي مكتوبه هنا، انا هشيل ده كده عشان نشوف. شايفين في بيرنج اسمه لو خدت 02، البيرنج ده يبقى رقمه كام؟ 60، والكود بتاعه الاخر رقمين كام؟ 02. مفروض الانر دايمتر بتاعه يبقى كام؟ اخد 02 واضربها في كام؟ في 5 تبقى 10. الشركه كاتبه كام؟ كاتبه 15. لغايه 03، شايفين كده؟
كل اللي فوق ده قاعدة الخمسة دي ما بتمشيش عليه. يعني بيرينج 0-3 مطلعينه 17، بيرينج 9 ده قبل الزيرو زيرو مطلعينه القطر الداخلي 9. قاعدة الخمسة، قاعدة الخمسة بتبتدي من أول بيرينج 0-4. 0-4 في 5 ب20، 0-9 في 5 ب45. كويس؟ خدتوا بالكم من الملاحظة دي؟ نيجي للسؤال بتاع حنا. حنا بتقول إيه؟ 0-7 اداني inner diameter 35، واداني outer يبقى اداني البيرنج ده اللي احنا بنتكلم عليه، اداني 35 inner، واداني الخارجي بكام؟ ب 62. خلاص؟ واداني العرض ب 14. يبقى انا لو جبت البيرنج ده يبقى دي الصغيرة 35، دي الاوتر ب 62، والعرض بكام؟ ب 14. يعني انا لو طلبت من الشركة 60-07 هيبعتوا لي ده. هنا بتقول سؤال حلو قوي. ايه السؤال؟ بتقول انا عايز الانر دايمتر 35، اوكي، بس الاوتر انا مش عايزاه 62. امال عايزاه كام يا هنا؟ عايزاه 60، عايزاه 70. طب اعمل ايه؟ يعني انا مش عايز الرقم ده، عايزه يبقى 70. طيب انا هسال هنا سؤال، انت جبتي ال 70 دي منين؟ هو المفترض ان انا بديزاين الحاجه الديفايس بتاعي او الماشين بتاعتي او ايفر الحاجه اللي انا بصنعها، وعلى اساسها مثلا بعرف الديفرنس او المسافه اللي بين مثلا الشوف بتاعي والهاوسنج كذا، فده اللي هيبقى مناسب لي. كويس. ثواني افتكر ان احنا كنا بناخد في ديزاين السنه اللي فاتت، هو التقرير ده حالا يعني ان احنا كنا في السكاشن ساعات الباشمهندس يقول لنا لا انت المفروض بتديزاين على اساس الستاندرز مش العكس، يعني ان هو بتحاولوا كل حاجه تبقى قريبه من الستاندرز، يعني معنى انه لا كبروا الحته دي عشان ما فيش حاجه هتفت هنا مثلا او صغروها او هكذا. شكرا يا انا. طبعا هنا انا مش ممكن، انا عايز دي مثلا، انا عايز دي زي ما كنت بقول عايزها 70، مش ممكن هطلب من الشركه اقول لها من فضلك اعملي لي بيرنج 35 في 70 في 14، طبعا مش هيعملوا كده. كويس؟ فانا اللي عليا اظبط نفسي مع التيبلز دي، يا اما ادور على بيرنج. يعني بصي انا لو انت نزلتي، انا هشيل كده حاجه، ادي 07 اهو، لو انا نزلت ال 08 هلاقي الاوتر كام؟ 68 اهو، قرب من 70، بس الانر كبر، فلازم اظبط نفسي يا اخد 08 يا اخد 07 واظبط الكونديشنز بتاعتي. واضحه الحته دي؟ هو انا كده سؤال تاني، هو كده كل الشركات زي بعض؟ معظم الشركات ار ستاندردايزد، يعني لو جبتي الفاج، جبتي الريف، جبتي الاس كي اف، في كذا شركه من الشركات الكبار دول هتلاقيهم تقريبا موحدين تقريبا. وبعدين انت لما بتطلبي بيرنج وبتطلعيه من جدول، انت طلعتيه من جداول اس كي اف، ما تروحيش تطلبيه من شركه بتاعت ريف. فاهمه ازاي؟ دكتور بعد اذنك، بس كان السنه اللي فاتت ساعه مشروع الديزاين كان البيرنج عندنا كان الانر 30 والاوتر كان فيه كذا حاجه، كان فيه 42 و50 و55، بس كان العرض بتاعه بيختلف وكان كلهم اس كي اف. اوكي كلامك صح. تعال نبص، ادي هنيجي ناخد بيرنج مثلا 07 اهو اللي احنا كنا بنتكلم، احنا هنتكلم في المجموعه دي. كويس، ركز معايا في الجداول دي، احنا هناخد المجموعه دي. الزيرو سبعة الاوتر بتاعه كده، على بص ده بيرنج 62،
مظبوط. بيرنج 62 الاوتر بتاعه بكام؟ لو خدت بيرنج 60 يعني بص هنعمل كده 60 ناخد حاجه واحد 0 7 انا هكتب الاوتر دايمتر 60 0 7 ده كان في الشيت اللي فوق ادي 60 0 7 الاوتر كان كام 62 انا هكتبها دلوقتي هكتبها الاوتر كان 62 تعال خد بيرنج اللي هو قدامك دلوقتي 62 بس برضو كام 0 7 الاوتر بتاعه كام حد شايف في الجدول الاوتر ها 72 تعال نشوف كده انا حاطط بيرنج ثواني كده لا انا مش حاطه لو جبت بيرنج 63 0 7 ممكن تلاقي العرض بتاعه مثلا 80 اسف الاوتر دايمتر 80 والعرض تلاقيهم بيزيدوا معايا فاهمين الحته دي يعني انا بقعد ادور يعني ازاي بدور يعني انا باخد السيريز 60 0 7 بعد كده ممكن ادور في السيريز اللي بعدها يعني 62 0 7 وبعدين في سيريز كل ده دي بروف لانه بيبتدي بست في 63 0 7 وفي كمان بيعملوا 64 0 7 ايه المشترك في البيرنجز دي؟ هنا تعرفي تقولي؟ المشترك فيها ان هي كلها بول بيرنجز مبدئيا والزيرو سبعة اللي هي الانر دايمتر ب 35 بس بالظبط كل البيرنجز دي عبارة عن ديب جروف اوكي ديب جروف بول بيرنج والانر بتاعها كام؟ 7 في 5 بكام؟ ب 35 ده الانر انما الدي اوتر بقى الدي بقى الكابيتال بيحصل لها ايه ليها كم قيمه ليها اربع قيم صح والعرض ليه كم قيمه والعرض ليه كم قيمه اربعة والكاباسيتي ليها كم قيمه حد يقول هيبقى 4 ستاتيك و 4 ديناميك 4 بالظبط خلينا في الديناميك تعالوا نجيب البيرنج اللي هو 60 ادي البيرنج 60 الكاباسيتي بتاعته 1.2 طن الكاباسيتي بتاعته البيرنج 60 البيرنج 60 الكاباسيتي بتاعته 1.2 طن تعالوا نجيب البيرنج 62 البيرنج 62 تعالوا نطلع فوق كده نشوف الكاباسيتي 07 1.96 معلش سوري لحظة واحدة ال 62 الكاباسيتي 1.96 طن البيرنج 63 نتوقع مثلا تبقى 2.5 البيرنج 64 ممكن توصل 3 وشويه واخدين بالكم فدي الفروق يبقى وانا بختار بيرنج اشوف انا عايز ايه الكونديشنز بتاعتي يهمني الانر دايمتر
اظبط عليه ولا اظبط على الاوتر دايمتر ويجوز اظبط على العرض. واضحه الفكره دي؟ في حد عنده اسئله؟ تمام يا دكتور. ايوه يا دكتور. طب هو في دلوقتي في بيل بيبقى مثلا متحمل للميه ومتحمل للحراره، ده ملوش دعوه بالكودات دي؟ ايه البينل متحمل الميه ده؟ يبقى البيرنج بيبقى ضد الميه او الحراره، بيستحمل حرارات عاليه، دي ملهاش دعوه بالكودات اللي احنا بنقولها دي. لا طبعا هي كودز، بس دي هي تبقى سبيشال بيرنجز. لو انت عايز بيرنج يشتغل جوه ووتر مثلا، واخد بالك، هتشوف الشركه بتعمل حاجه كده ولا لا، بس الكودز دي ثابته. طيب تعالوا بصوا المجموعه البيرنجز دي، دي مجموعة 62، وبعدين دي مجموعة 72، دي مجموعة 103، وهكذا بقى. كل دي أنواع، وكل واحد فيه السي والسي اس، السي والسي اس. ادي برضو كل دي مجموعات بيرنجز. هبقى ابعت لكم ان شاء الله بيرنجز من التيبلز يعني بتاعت البيرنجز. تعال بص هنا، شايف البيرنج ده؟ البيرنج ده اللي انا مختاره ده يبقى اسمه 32 10، ادي العشرة. قطره الداخلي يبقى كام على طول؟ 10 × 5 = 50، ادي القطر الخارجي 90، وادي العرض. خلاص. وهنا مديني الكاباسيتي اهي 4.75 طن، اوكي معايا؟ طبعا البيرنج ده هو كاتب عليه العرض بتاعه، لو بصيت كاتب عليه B1، تبقى تاخد B1 ما تاخدش B. انما البيرنج ده كاتب عليه العرض كام؟ B، يبقى تاخد B ما تاخدش. طبعا مالناش دعوه بده، هناخد اهو. خلاص. لو بصينا في الجدول ده ومشينا، خلينا نركز في السطر ده. السطر ده لو انا خدت البيرنج 32، الكاباسيتي بتاعته كام؟ شايفين الرقم؟ حد يقولها؟ ها؟ 4.75. كويس. لو اخدت البيرنج 22، الكاباسيتي بقت كام؟ 2.4. باين البيرنج ده اخف من البيرنج، اصغر من البيرنج ده. لو خدت البيرنج اللي هو ان يو، الكاباسيتي بقت كام؟ 4.5. لو خدت ده يبقى الكاباسيتي 5.3. لو خدت ده الكاباسيتي 5. اوكي. يعني اقدر لنفس ابعاد البيرنج، خد بالك من الحته دي، حته مهمه، لنفس ابعاد البيرنج اهي، الكاباسيتي ممكن تبقى ايه؟ تتغير. انت عايز كاباسيتي اعلى اعلى اعلى، بتغير في نوع البيرنج، وبتمشي في الاتجاه ده، ده بيغير لك نوع البيرنج. واضحه الحته دي؟ في حد عنده اسئله؟ دكتور معلش. اتفضل. لو سمحت عشان بس اسمرايز اللي حضرتك قلته من شويه. دلوقتي لو انا اصلا مثلا في بيرنج باظ عندي في المكنه، انا اوريدي هاخد الرقم من عليه واروح اشتري واحد بداله. انما انا لو اصلا بديزاين، فانا المفروض هشوف بقى الشافت عندي يستحمل مثلا اقل قطر يستحمل اللودز اللي عندي، فانا كده خلاص حددت الانر دايمتر، فاروح اجيب البيرنج اللي ليه الانر دايمتر دوت، وبعدين بقى اشوف اللود
فلو لقيت ان البيرنج ده ما يستحملش اشوف سيريز اعلى، لو مثلا 60 اشوف 62 عشان اكبر اللود. تمام كده؟ لا، في شويه حاجات مش صح. اولا كلمه ديزاين، يو ار نوت ديزايننج ا بيرنج، يو ار سيلكتنج ا بيرنج. لا لا، انا ما اقصدش ان انا بديزاين البيرنج، اقصد ان انا لو بديزاين مثلا الماشين فانا اوريدي انا هعمل سيلكشن للبيرنج، مش بديزاين البيرنج. تعمل سيلكشن للبيرنج. طبعا لما تيجي تعمل السيلكشن لازم تختار الاربع، فاكر الاربع اسئله اللي قلناهم؟ تمام. كويس، تختارهم وبعد كده تبتدي تدور في الجداول. طلعنا ايه من الاسئله دي؟ طلعنا ان البيرنج شايل بيور راديال لود. طلعنا ان انا عايز البيرنج ده ما يبقاش سيلف الايننج، مش مهم السيلف الايننج. البيرنج ده عايزه القطر الداخلي من حسب بقى الديزاين بتاعك في الماشين في حدود 40 ملي، في حدود يعني ممكن يبقى 40 ممكن يبقى 45 بس ما هوش 150. تمام. كويس، فهتيجي وعندك الكاباسيتي. كويس، الكاباسيتي ايه؟ هرجع لك تاني انا لأي صفحة من دول. كويس، هرجع مثلا، لا تعال نروح لصفحة تانية. بالي ان انا عايز الكاباسيتي بتاعتي في حدود مثلا، بعد ما حسبتها من اللايف والبي اكويفلنت طلعت لي 4 طن. هاجي في الجدول ده وامشي كده او سي، انا عايز ديب جروف، همشي لتحت ادي 4، يبقى هقدر اقول هو ده الكيس بتاعي. تمام، بس طلع لي ده الديامتر الداخلي بتاعه كام؟ طلع 60. كويس؟ اوكي. احنا قلنا احنا كنا عايزينه في حدود 40 ملي، صح؟ طيب ارجع شويه لفوق، ادي 40 ملي. ال 40 ملي ده شايل كاباسيتي كام؟ شايل 2.24، لا بعدت عن 4، مظبوط؟ تمام. طب افرض انا اصريت ان انا لازم يبقى 40 وهاخد البيرنج ده، تفتكر لو خدت كاباسيتي اقل بدل 4 خدتها مثلا 2.25، ايه اللي هيحصل للبيرنج؟ رد بقى. المفروض ان اللايف تايم بتاعه هيقل. بالظبط، اللايف هيقل. انت كنت حاسب اللايف ده 10 سنين، لو خدته 2.24 دي هيطلع اللايف 8 سنين. هنا بقى بتخش في ديسيجن، هل انا اقبل ان بعد 8 years نغير البيرنج وبالتالي اخد بيرنج اصغر وبيرنج ارخص و و و؟ ممكن تاخد ديسيجن ممكن اعمل كده. مهندس تاني قال لك لا انا مش هقبل، انا لازم البيرنج يبقى 40 وعايز الكاباسيتي كمان 4. تعالى امشي كده بقى، امشي افقي. البيرنج اللي بعده ده نوع تاني 2.28، لا لسه صغير. نمشي تاني 1.93، لا مينفعش. تعالى بقى بص ده 3.35، قربت من الاربعة، مظبوط. تعالى ده 3.6، قرب قوي من الاربعة، مش كده؟ اقدر اقول اخد ده. بعد كده ارجع النوع ده بقى، هل ينفعني ما ينفعنيش؟ لقيته ما ينفعش، اروح نازل على مجموعة الجداول بس انا مش حاططها هنا، اللي هي بقى 63 بدل 62 and so on، تمشي في التيبل. فاهم؟ تمام، اوكي. طيب حاجة تانية اقولها لكم بالارقام. لو انت شفت الرقم ده 4.75، يعني الكاباسيتي بكام؟ 4.75 ايه؟ حد يرد؟ أربعة سبعة خمسة ايه؟ كيلو جرام. اول ما يقلب لون بوينت يبقى تضرب في 1000، مظبوط.
يعني دي 4 7 5 كيلو، دي 4 و 9 من 10 طن، يعني تضرب في 1000 4900. واضحه الحته دي؟ تمام يا دكتور معايا. طيب فالجداول دي ان شاء الله ابعت لكم مجموعه جداول تساعدنا، وتقدر تخش على الانترنت هتلاقي يعني عالم من جداول البيرنجز. خلاص اهو البيرنج 63 اللي احنا كنا قلنا مش لاقيينه اهو، وعند كان احنا قلنا 40 كاتش كاباسيتي مكفيه. بص وصلت كام؟ 3.15 اللي انت كنت عايزها حوالي 4. اللي تحته 45 بيشيل 4 وشويه، فتقدر تستخدمه. طيب احنا دلوقتي يعني التايم بتاعكم خلص، فانا هوقف، والمهندس رامي هيدخل معاكم الساعة 12 ونص ان شاء الله على التيمز. اوكي، و عمر نجم معانا. دكتور مع حضرتك. طيب هتحاول يا عمر تشوف موضوع ال LMS بليز. انا يعني بعت امبارح لدكتور عادل الصباغ بس لسه ما ردش عليا، يعني لان بليز يعني هو مين تاني غير الدكتور عادل المسؤول على القصه دي؟ ممكن اكلم بقى حد من الشؤون مثلا، كان في حد ماسك دفعتنا يعني من ناحيه الشؤون هو اللي ممكن يتصرف في الموضوع ده. طيب بليز، لان احنا تاني اسبوع وانا عايز احط لكم الفيديوز وكده. تمام خلاص يا عمر، ما تنساش من فضلك وبلغني. ماشي يا دكتور. طيب في حد محتاج حاجه، اسئله، اي حاجه تعوزوها بليز ابقوا بلغوني. اوكي معلش هو لحد بس، معلش ممكن لحد ما ال ام اس يصلح ممكن ناخد السلايدز او تديها لعمر نرفعها على الدرايف بتاعنا لحد بس ما ال ام اس يصحى. حاضر حاضر. طيب دكتور، وانا فتحت ال LMS دلوقتي موجود فيه الخمس مواد عادي خالص. ايوه معلش سوري، اتفضلوا. هو انا لسه فاتح ال LMS دلوقتي موجود فيه الخمس مواد عادي خالص. يعني ايه الديزاين موجود؟ كله موجود. متاكد؟ لا 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 ما عدا الديزاين. طيب ما هي الماده الوحيده اللي مش موجود. طيب ما بليز اسعوا في القصه دي من فضلكم يعني. اوكي طيب مع السلامة، ومانس رامي معاكم كمان شوي. شكراً.